ايه ده؟ مقالتي اتنشرت من غير ما يشيلوا منها حرف واحد. ازاي الكلام ده حصل؟ ايه؟ انت زعلان ولا ايه؟ لا مش زعلان طبعا، قصدي يعني مش نشرها لك في نص المجله، مفروض يعني نشرها لك في نص المجله يبقى مكان مميز يعني. يعني خلاص اخيرا سلمت واقتنعت ان انا ما اتخلقتش عشان ابقى ست بيت؟ هي بس ما تنسيش يعني ان انا اللي معرفك برفعت ده. ده من حسن حظك انت ورفعت صاحبك. انا مقالتي مكسره الدنيا يا استاذ، ولعلمك بقى رفعت قال لي ان المجله مش هتنزل بعد كده غير ومقالتي فيها. عايز اقعد افكر في فكره تكون حلوه كده المقاله الجديده. ايه ده؟ يا مبروك يا ماما. طبعا ليكي حق تلحقي تكتبي المقاله الثانيه بعد الفلوس اللي قبضتيها من المقاله الاولانيه. اعوذ بالله اعوذ بالله على نقك. عرفتي منين بقى ان شاء الله ان انا قبضت فلوس؟ امال يعني يا ماما هتشتغلي بلوشي كده؟ طبعا هتديني 100 جنيه من الفلوس دي. 100 جنيه بتاعت ايه؟ مش انا اشتركت معاكي في كتابه المقال اللي فات؟ بس يا خساره، اسم حضرتك نزل واسم انا ما نزلش. تعرفي تقرصي خالص؟ وطي صوتك يا ماما عشان الناس ما تعرفش ان انت خدتي ملحوظاتي ونفذتيها بالحرف الواحد، وغير كده ما كانوش هينشروا لك المقال اصلا. لعلمك ملحوظاتك دي ولا فادتني في اي حاجه ولا ليها لازمه عندي. والله امال ليه نفذتيها كلها؟ علشان ما تزعليش. ما عشان ما تزعلينيش يا ماما هتديني 100 جنيه. هتعملي بيهم ايه؟ هما في المجله سالوكي هتعملي ايه بالفلوس اللي انت خدتيها؟ هديكي 100 جنيه. ياه 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 يا سلوى، ربنا يخليك ليا يا ماما. ويا ما تخافيش سرك في بير، ولو عاوزتي حاجه كده ولا كده يعني عشان المقال الجديد انا موجوده وهو كله بحسابه. المره دي هعتمد على نفسي. اها يعني حضرتك بتعترفي انك المره اللي فاتت اعتمدتي عليا انا. طيب لو ما قمتيش حالا هفشي غل سنين العمر اللي فاتت فيكي. على ايه؟ اقوم احسن. بس في 100 جنيه على فكره. شوف يا أستاذ وديع. ربيع يا فندم. آه متأسف. ربيع يا كامل بيه، اسمي ربيع. حاضر حاضر. شوف يا أستاذ ربيع، إحنا طبعًا مش هنقدر نديك المرتب اللي كنت بتاخده في الحكومة. يا سعادة البيه، المسألة إطلاقًا ما هيش مسألة مرتب. مفهوم مفهوم. والحوافز والبدلات والكلام الفارغ ده كله مش هيلقاه عندنا. لا أصل بابا ما بيبصش الحاجات دي خالص يعني. أنت بتتكلم بدالي ليه؟ الله ما تسكت أنت. على كل حال يا أستاذ وديع. ربيع آسف آسف، إحنا هنستعين بيك لمدة شهرين تحت الاختبار. نعم أنا هتحط تحت الاختبار. سلام عليكم. بابا هو يقصد تحت التجربة يعني يا بابا، مش تحت الاختبار، تحت التجربة. حضرتك تجرب المدرسة هتشوف هتعجبك ولا مش هتعجبك. أيوة. إيه آلات موسيقية إيه يا ابني اللي هنشتريها للحفلة؟ يا ابني قول لكل تلميذ هيشترك في الحفلة يجيب الآلة الموسيقية بتاعته، واللي ما عندوش يشتري أو يأجر، ويا ريت بالمرة كمان تأجروا لنا الميكروفونات ونبقى نضيفها على ثمن التذاكر. مع السلامة. كنا بنقول إيه يا أستاذ وديع؟ سيبك من اللي كنا بنقوله، أنا عايز أعرف حفلة إيه دي اللي هتدفع فيها تلامذة التذاكر؟ في الحقيقة الولاد مصممين السنة دي إن هم يحتفلوا بعيد ميلادي، وعشان كده جمعوا من بعض وأجروا لي مسرح. كمان الطلبة هم اللي هيدفعوا إيجار المسرح؟ الله، يعني يبقى عيد ميلادي وأنا اللي أدفع؟ مظبوط طبعاً يا فندم مظبوط. لا ما ينفعش حضرتك تدفع، يعني هم أكيد الطلبة اعتبروا إن إيجار المسرح ده هدية عيد ميلاد حضرتك يعني. لا في الحقيقة هم أجروا لي قاعة تانية عشان يجمعوا فيها كل الهدايا اللي جايبينها بمناسبة عيد ميلادي. مش هي دي الأصول برضه يا أستاذ ربيع؟ لا طبعاً مش هي دي الأصول. لا هي الأصول دي يا بابا. يعني فعلاً كل سنة وحضرتك طيب. عيد ميلاد حضرتك أكيد يهم كل الطلبة، مش بس في المدرسة دي، أكيد كمان في كل المدارس المحيطة بالمنطقة.